كما كتشوفوا كبيدات، غادي نشارك معكم واحد الكيكه كيف ما كتشوفوا معايا. هنا عندي واحد كريمه هانتوما ديال كيف ما كتشوفوا معايا، هانتوما ديال الفلو او كراميل كيف ما كتشوفوا معايا. ريحتها ريحه الكراميل، يعني البنات تعوضها باش ما بغيتوا، كيبقى لكم الاختيار. هانتوما كاين هذا الشكل هذا، وكاين ديال الشكلاط. هذه كريمه، هذه كنزينوا بها الكيكه من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا. انا غادي نديرها في الكيكه من الداخل. ها انتم زوينه البنات، كتجي واعره وفيها ريحه الكراميل زوينه. كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، الكبيدات، اربعه البيضات، وعندي هنا جوج خمارات كيف ما كتشوفوا معايا 16 غرام، ولكن راه غادي نديروا ثلاثه حمرين كيف ما كتشوفوا معايا. يعني هنا غادي ندير غير وحده ونص. عندي الشكلاطه البنات حبيبات، ها انتم هنا حبيبات الشكلاط. بالنسبه لحبيبات الشكلاط والمشمش والفواكه المعسله واللوز، كيبقى لكم الاختيار البنات، يعني تكثروا ولا تقلوا، كيبقى داكشي على حسب المستطاع ديالكم. هنا كيد لكم ربعه البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، وكاس ديال الحليب. هنا عندي اللوز كيف ما كتشوفوا معايا، الدقيق تيبقى على حسب الخليط البنات. هنا عندي 3 كيسان ونص، ولكن الا خاصني غادي نزيد الى سميتو. المهم شوفوا معايا هذا المشمش غادي نقطعوه ها انتم ونديرو طرفات صغار. هنا الكبيدات اللوز غادي نشدو وغادي نزيد عليه الفواكه المعسله كيف ما كتشوفوا معايا. كيت لكم كيبقى لكم الاختيار الكبيدات. هنا حبيبات الشكلاط، هنا بندير واحد الكيكه هماويه. هنا غادي نقطع هذا المشمش ونرجع لكم. كبيدات، هنا قطعت نص ديال باكيه ديال المشمش، صراحه ما فيه ما يقطع البنات. ما درتش شكل، درت غير النص ديالها. غادي نديرو هاد التخليطه كيف ما كتشوفوا معايا بحال هكا على هاد الشكل هذا، وغادي نخليوها في الجنب وغادي ندوزو كنصايبو في الكيكه. صراحه خلط نيت في هذه، غادي نخوي هاد الشيء في شي حاجه ونرجع لكم. هادي واحد اللوزه صافي، غادي نبداو تنخلطو في الكيكه. كبيداتي شوفوا معايا، هنا غادي نديرو هذوك اربعه البيضات. شوفوا كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيده، شوفوا معايا الزربه البنات. كندير بالزربه حيت ولدي صغيور كيفيق صراحه كيبرزطني، داكشي علاش كندير بواحد والحليب. صافي غادي نخلطو. قبيصة الملحة، أنا كندير الملحة في الدقيق بعض المرات، رشيتها فيها قبيلة. خلط خلط خلط، المهم راكم عارفين نخلطو داكشي مزيان مزيان. جات كيسان ونص هنا، المهم تيبقى من ثلاثة لثلاثة ونص على حسب الدقيق. أنا راه متنبدلش الدقيق لي كندير.
ها نتوما هذا المشكل ديال الخليط. انا خديت المول كيف ما كتشوفوا، غادي ندير فيه النص. نص ديال الخليط صافي كبداتي، هذا هو النص ديال الخليط. وكناخذ هذاك الشيء اللي صايبنا قبيله، شوفوا معايا، وكندير هنا الوسط. شوفوا معايا كنحاول نوزع في دوك الجنيات كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما. هانتوما شوفوا معايا بحال هكا صافي. ندير النص الثاني نص ديال الخليط. كيف ليكم هذاك الشيء راه كيبقى على حسب نتوما والمستطاع ديالكم، يعني تقدروا تقلدوا تقدروا تقطعوا. صافي نحيد هذا الشيء حتى هو نديرو في المول ونرجع ليه. كبيدات هنا كيفما كتشوفوا معايا غادي ندير داك الشيء اللي باقي. شوفوا بحال هكا صافي هكا على هاد الشكل. الفران هنا شعلتو صافي. كبيداتي غادي نطيبها كيكه عاديه، وراه غادي تزاد الحجم ديالها ونرجع لكم ان شاء الله من بعد ما غادي اطيب. كيف ما كتشوفوا معايا نرجع لكم ان شاء الله. كبيدات هنا خرجتها من الفرن كيف ما كتشوفوا، هذا راه غير داك الشكلاط، دوك حبيبات الشكلاط هما اللي كيبانوا لكم بحال هكا. راه كتجي واعره البنات، كتجي كيف ما كتشوفوا معايا دوك الفواكه المعسله حتى هما راه كيعسلوا هاد البلاصه. ها نتوما تشوفوا، ما غاديش نحيدها من المول دابا البنات الصراحه، خفت عليها لا تخسر ليا ولا هكا. واخا انا زربانه واحد شويه وما كنخليش الكيكه يعني تتبرد، دائما كنزرب عليها، ولكن الصراحه غادي نخلي عليها نخليها غير واحد شويه ونرجع لكم. ما تبردش بزاف، المهم غير واحد شويه وصافي. عاد خرجها من الفران. هنا كبيداتي كيف ما كتشوفوا المربى ديال البرقوق اللي صايبت ان شاء الله غادي نحطو لكم، هو باش غادي واحد شويه غندهنها من الفوق، بغيت تخليوها هكا خليوها باش تزيدوا فيها شي حاجه جديده. غنزيد فيها شويه ديال الكركاع، كيبقى على حسب انتوما واش بيتو. كيف ما كتشوفوا معايا غير واحد رشيشه خفاف الكبيدات. والله ما عندي الصبر، شوفوا خليتها غير واحد شوي ومشيت درتها قلبتها الصراحه، واخا باقا سخونه ولكن صراحه ما صبرتش عليها. عزيز عليا نشوف الكيكه وصدقت ولا ما صدقتش كيف ما كتشوفوا معايا. والله الا باقا ما هزيتهاش، راه يلاه غادي نهزها. كحطيتها تبارك الله تبارك الله ما لاصقاش. شوفوا معايا شوفوا معايا تبارك الله، ها انتم شوفوا هالمول، ها انتم ما لاصقاتش تبارك الله. انا كبيدات شوفوا 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 هكا. وكي قلت لكم والله ما خليتها بردات، راه غير واحد شويه وجيت ليها. كي قلت لكم راه ما عنديش الصبر نبقى نتسناها حتى تبرد وهكا وهكا. عزيز عليا نشوف النتيجه في البلاصه. هنا كبيداتي غادي نقلبها، غادي نشوف خاصني ندير لها شي حاجه باش غادي نقلبها. غنجيب واحد الطبسيل اخر ونرجع لكم. صافي ها هو جبتو، غادي تشوفوا هذاك الشيء. لكن معليش المهم واحد جوج ثلاثه صافي معليش كاع هذاك الشيء تشتت هذا الشيء. ولكن معليش شوفوا غادي نردو غير هذاك الشيء ديال الفوق. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوفوا معايا تبارك الله كيفاش كتجي واعره البنات. كبيداتي هنا كيف ما كتشوفوا معايا غير واحد شويه واحد الرشيشات خفافين على كبيدات. ما بغيتش ندير شي تفان القرعه باش تبقى عندي مزيانه باش ما تعمرش. كنحاول غير واحد شوكي تفرتت هذاك الشيء سيطيح. شوفوا معايا انتم
وغير واحد رشيشات فينا كليدات يشوفوا غير رشيشات خفاف. ايوا ها كيكة العيد البنات تبارك الله زوينه ان شاء الله تجربوها. شوفنا الاعجاب ديالكم والمربى ان شاء الله راه غادي نحطو لكم. شوفوا انا غادي نقابلها معكم. شوفوا هنا الكبيدات هانتوم. شوفوا تبارك الله الصلاة على النبي كبيداتي كيف جات هانتوم تبارك الله راها فن هانتوم. شوفوا هانتوم باش نقابلها ليكم. شوفوا بحال كتجي طبقات هانتوم 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 تبارك الله راه فن ان شاء الله تجربوها وتنا الاعجاب ديالكم. غادي نرجع نقطع لكم من الداخل باش تشوفوا حتى الشكل ديالها وكيفاش كتجي. وبصحه وراحه ما تنساوش من التعاق ديالكم الزوينه اللي كتعجبني. شكرا لكم كاملين كنبغيكم كنموت عليكم وعواشركم مبروكه. شوفوا معايا الكبيدات هانتوما شوفوا كيفاش كيجي حتى من الداخل ديالو هانتوما. هذا هو الشكل ديالها ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم.